حضراتكم من جديد في تواصل هذه التحديات وهذه الانطلاقات الكبيرة من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة في أبو ظبي في انطلاقات وتحديات شعارات أصحاب السمو الشيوخ المنطلقة في هذا اليوم، وهنا مع تحديات هذا السن المثير وسن الثنايا وانطلاقة رابع أشواط هذا اليوم الذي خصص للقعدان المهجنات الأصايل. أتابع الأسماء وأتابع الشعارات ومقدمة الشوط في هذه اللحظات. أتابع شعار هجن الرئاسة ينطلق بهذا الأداء الكبير مع هذه الأسماء المميزة وانطلاقة شاهين بشعار هجن الرئاسة. من يتابع أهلنا راشد بالسم المنصوري المستحيل يقدم لنا شاهين على الصدارة، بينما ثاني التحديات أتابع الانطلاق وهذا الوصول في هذه اللحظات والاندفاع من قبل المنطلق شاهين هنا بشعار أيضا هجن الرئاسة، وهنالك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف ينطلق على ثاني التحديات، بينما ثالثا أتابع انطلاقة ووصول الراسي على ثالث التحديات هنا بشعار سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي. من يتابع هذا الشعار ويقدمه لنا، بينما رابع التحديات أتابع الاسم الواصل، وصل الليزر في هذه اللحظات لينطلق هنا بشعار هجن الرئاسة ويقدمه لنا الظافر علي بن جميل الوهيبي على رابع المراكز. بينما خامس التحديات أتابع هذه الانطلاقة في هذه الأثناء من صفصوف هنا بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، ويضمن أهلنا سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. سادسا أتابع وصول شعار الزعامة لينطلق في هذه اللحظات مقدما لنا الزعيم هنا شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان، والزعيم من يضمنه لنا محفوظ بالخميس الجنيبي. بينما سابعا أتابع انطلاقة متعب ووصول متعب هنا على سابع التحديات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يتابعه. بينما ثامن المراكز أتابع الاسم المنطلق ووصول شعار هجن الرئاسة، ومن يتابع في هذه اللحظات هنالك الخطير دائما حمدان بن عوض بالكيلة. تاسع التحديات أتابع الوصول، أتابع شاهين هنا بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتابعه، ولكن أتابع هذا الشعار القادم تسلل مبلش في هذه اللحظات لينطلق هو بشعار هجن الرئاسة ويقدم أهلنا الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذه الأسماء العشر المتقدمة المتواجدة على صدارة الشوط، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط لأعود إلى شعار هجن الرئاسة لأتابع المستحيل ومن يقدم لنا شاهين على مقدمة الأسماء وعلى صدارة هذا الشوط. انفراد كبير هنا يقدم لنا شاهين على صدارة هذا الشوط. المستحيل من يقدم لنا دائما بهذه المستويات راشد بن محمد بالسم المنصوري على المقدمة. بدأ بالانفراد شاهين على مقدمة الأسماء، ولكن ثاني التحديات أتابع الاسم القادم، أتابع الاسم الواصل، وصل الليزر على ثاني المراكز أيضا بشعار هجن الرئاسة. الحمر الخطر دائما ما يتواجد مع المراكز الأمامية.
نعم الليزر وهنالك الظافر وانطلاقة شعار علي بن جميل الوهيبي من يتابعه ومن يضمر بينما ثالثا أتابع شاهين ووصولي أيضا شعار هجن الرياسة المجازف من يتابعه المجازف من يضمره محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ووصل الشعار العيناوي ليعلن حضوره الكبير هنا بانطلاقة الزعيم والزعيم الشعار الشعارات سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل هيان محفوظ بن خميس الجنيبي بو ناصر من يتابع ومن يضمر ومن يراقب ولكن أعود إلى الحمر على المقدمة إلى الخطر دائما مع الصدارة انطلق أبو ذياب انطلق مع شاهين يقدم لنا شاهين بهذا الانفراد الكبير بهذا الانطلاق المميز في هذا الصباح الجميل وهذه الأجواء الجميلة من هنا من عاصمة الميادين من هنا من ميدان الوثبة لنتابع شعار شاهين وانطلاقاته الكبيرة نعم انطلق شعار هجن الرئاسة مع المقدمة أسد الوثبة يعلن الحضور الكبير هذا اليوم وهذا التميز هنا مع المقدمة مشكور يا الهواري اللون الحمر اللون الخطر الله 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 سلامي على هجن الرئاسة سلامي على محبينها سلامي على جماهيرها وسلامي على المستحيل الذي لا يعرف المستحيل دائما وابدا والنقطة الثانية في هذا اليوم لشعار هجن الرئاسة وبالتحديد مع أبو ذياب هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري بينما ثاني المراكز أتابع الليزر لشعار هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي ثالثا أتابع شاهين أيضا بشعار هجن الرئاسة محمد بن عتيق وزيتون المهيري ورابعا وخامسا كان الوصول من الزعيم وكذلك الزعيم شعارات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بالخميس الجنيبي تهانينا والناموس إذن لشعار هجن الرئاسة ولكل محبي وعشاق هذا الشعار هذا الانتصار وفي هذا اليوم مع شاهين في شوط الثنايا القعدان المهجنات وكان راشد بن محمد بالسم المنصوري من تابع 8 دقائق 2:06 من الثانية تهانينا والناموس المركز الثاني لحظات ونتابع التوقيت الزمني هنا مع وصول الليزر على المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة وكان هنالك علي بن جميل الوهيمي ثانيا 8:10 بدون أي أجزاء من الثانية تهانينا والناموس بينما ثالثا وتابع لحظات وصول شاهين هو الآخر بشعار هجن الرئاسة نعم والمجازف من كان يتابعه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 8:13 بدون أي أجزاء من الثانية تهانينا والناموس بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم جميعا حفلنا الكريم الإخوة المتابعون عبر قناة